بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم متابعين ومتابعاتي، حبايب قلبي، شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على لايك، وأكون أنا من عندكم. عزيزاتي وأعزائي وغوالي قلبي وحبيباتي ويا حبايب، وعدتكم قلت لكم أني راح أنزل لكم الفيديو هذا، بيت حماية، بيت عبودي ابن حماية، يعني بيت أهله، بيت أهل عبودي، هذا بيتهم، مطبخهم جاي أصوره، سوينا عشاء، تعشينا من عندهم، يعني إحنا رحنا العصر وشلبوا بينا على العشاء وسوينا عشاء خفيف، يعني دجاج وذبح. وهم صورت شوية مقاطع منه، صورت لكم المطبخ، عجبني كلش حلو مطبخهم، وصورت لكم إياه حبايب قلبي حتى تشوفونه. وهم شو اسمه أحفادي حبايب قلبي هم قاعدين وصورتهم، مشمش وحمودي هم صورتهم لكم. شوفون يا حبايب قلبي الغاليات، هذا بيتهم ما شاء الله يا ربي، شايفين خير وبيت جديد، وديت لهم هدية ورحت عليهم. شوفون يا حبايب هذا العشاء مالتهم، يعني جاي تصب أم عبودي وتخلي فوق ميز الطعام، وبعدين حولنا بالهول قعدنا اتعشينا. شوفون يا حبايب هسه عاد نروح البيت وردة جوري. هنا بيت وردة جوري كانت ذابحة، يعني ذبيحة للبيت، وعزمتنا على العشاء هذا ثاني يوم. رحت رأسا كشفت الجداري وقمت أصور، وعاشت يدها وردة جوري أم يونس، والله عاد سباعية، وهذا الخبز من الخبازة، والله هي خوش خبز تخبز، بس لأن هسه ما تقدر على مود الحمل، وانتو تعرفون هي تحكي لكم تفاصيل. وهذا شو اسمه مقتطفاتها من العشاء، هي قبالي قاعدة وأنا قبالها أصور شلون جاية تخلي الخبز وأنا أعدل وياها، وشلون صبت العشاء أنا قاعدة وأصورها. شوفون يا حبايب والله العظيم يعني كان كلش طيب العشاء، وتمنيتكم ويانا ويا لمتنا أنا وولادي وجنايني. قبل ذاك الفيديو كنت أنا وبيت أختي وبنات أختي من الحويجة جايات، وكنت همينة موجودة بالبيت، جناين اثنين عندها، وأني وأم أماني عاد بنتها بنت أختي أم أماني همين كنتي هي تصير. وخوش لما وجتي بنت أخويا من كركوك، وما شاء الله وشون ضحك وسوالف، والله تمنيتكم ويانا، يعني كانت خوش تعليلة حلوة. هنا أنا وردة جوري بدأت تصب العشاء. شوفون يا حبايب هذا سويت دليمية، قلت لها شت، يعني قالت انتو شو تحبون شو تريدين، قلت لها شو يعجبك سوي، قالت اذا ذبيحة ولحم جديد يعني ولحم كثير واحد يسوي دليمية احسن، دليمية فدليمية دليمية شو تسوي احنا نعمة. اي فعادينا بدت الصب، وام اماني لازم الجهال على مود تعرفون مش قد ما شاء الله بسلامته وكح، لازم هو وجود بالغرفه تلاعبهم، واني قاعده اصور ورده جوري. شوفون يا حبايب هذا الزينه، عادين الكشمش والفستق والشعريه، هذا خلته على شو اسمه على اليمية. وانا اقول لكم شكرا جزيلا للتعليقات الحلوه، وعلى خوفكم علي على مدراسي وجعني، اشكركم والله، يعني ايش اقول لكم، بس انا اقول لكم يمكن هذا يعني كتفي متشنج ويضرب على راسي كان، بس ابني ما شاء الله يعني فرك لي خوش فرك الكتفي، والحمد لله راسي صار زين، بس يعني من البس النظارات شويه عيوني يعني يضربن على راسي النظارات، يعني احتمال الدرجه مالتن لو انقص من درجة عيوني لو أزيد، يعني هاد المناظر الجديدات سويتهن، وما أدري هو فحصني الولد بس ما أعرف شلون، يعني غير الدكتور ما رحت على نفس الدكتور مالي، غيرت الدكتور، بس هو مو صوتش الدكتور، صوتش الفحص مال النظر. إيه فقلت أروح على غير واحد، بس هسه اليوم أني وردة جوري جينا الجنوب الموصل، هسه أنا وياها يمهلها
وهم كانوا مسوينا غدا، وصلنا الساعة 3 العصر ولين تأخرنا. يلا طلعنا من البيت ووصلنا الساعة 3 العصر وتغدينا. صورت هم اختطافاتنا الغدا، وصورت لكم الطريق، وهم راح أنزل لكم إياه إن شاء الله باكر، بعد باكر هم أنزل لكم إياه. شوفون يا حبايب، وهذا الغدا قصدي العشاء اللي سوته وردة جوري. وأقول لكم شكرا جزيلا للاشتراكات الجديدة، ألف هلا بيكن، يعني مشتركات جديدات كل الهلا بيكن، نورتن قناتي وانتن العتيجات والوسطانيات الخير والبركة حبايب قلبي، أني أموت عليكن والله العظيم، أني فد مرة أحبكن. شوفن هاي أني قاعدة وردة جوري الصور يعني، ومناك وأني قبالها. شوفن يا حبايب، وهذا التصوير الآخر هذا مال عادين بيت حماية، عادين بيت عبودي ابن حماية، يعني هو ما كان موجود، هم مسوي فاصولية ومسوي يعني دجاج ذبح، ونعمة من رب كريم والحمد لله والشكر. شوفون يا حبايب هذا السفرة مال بيت حماية، والله العظيم كان البيت يعني كلش طيب، كان العشاء بالبيت يعني اثنيناتنا تعشينا، يعني تعشينا اليوم وثاني يوم ببيت وردة جوري هيك يعني المثل قصدي. شوفون يا حبايب هذا الدجاج الذبح بجدرية، وأنا جاي أصوره وهي جاي تصب العشاء، وهذولا حبايب قلبي مشمش وحمودي قاعدين. قلت لهم سووا الحبايب قلبي سووا لهم قلب، وجاي يسوي لكم قلب، وما يعرفون هم جهال بعدهم صغار. وقلت لهم سووا قلب، يلا تأصوركم وصووا قلب حبايب قلبي. شوفوني يا حبايب هذا العشاء مال بيت حماية، كان دجاج وكلش طيب، تمنيتكم ويانا والله العظيم حبايب قلبي. وهسه أني ساعة 5 العصر بيت أهل ورد الجوري بناحية الشورى، وجاي أسوي مونتاج لهذا الفيديو. اليوم وصلنا، اليوم أربعاء، اليوم وصلنا. وشوفون العشاء مال بيت يعني والله العظيم تمنيتكم ويانا، وسهمكم العافية حبايب قلبي. وإلى هنا خلص الفيديو، وأقول لكم مع ألف سلامة.